السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيف طلاب سنة تانية الترم التاني ان شاء الله. محاضرة النهاردة عن الجي اي تي، محاضرة باثولوجي بإذن الرحمن. هنتكلم فيها عن ايه؟ هنتكلم فيها عن الديزيز اللي بتحصل في الجي اي تي، الامراض اللي بتحصل عندي في الجي اي تي. ايه هي الامراض اللي بتحصل عندي في الجي اي تي؟ هي اصلا عامة الباثولوجي محتاجة حفظ، مع في اجزاء بتحتاج فهم سيكة صغيرة، بس هي عامة اغلبها يعني بتبقى فيها حفظ. فاحنا نحاول نحفظ مع بعض، نعلم الحاجات مع بعض، نعمل كونكشن مع بعض، والجزء الفهم ان شاء الله باذن الله يعني ده 100% باذن الله الرحمن احنا نحاول نوصله باذن الله. واللي ما فهمش اي حاجه او في حاجه مكلكعه معاه او كده يكتب لنا تحت في الكومنت، وباذن الله باذن الله نقدر ايه نفهمها مع بعض باذن الرحمن. قبل ما نبدا حابه نقول دعاء المذاكره: اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. اللهم اني استودعك ما فهمت وما حفظت فقدته لي حين الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. اول حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم عن الجي اي تي. كلنا عارفين الجي اي تي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماوس، عندك اسوفاجس، بعد كده عندك الاستومك، ماشي، عندك الاستومك اللي هي دي، ماشي، بعد كده السمول انتستينال، بعد كده لارج انتستينال، بعد كده اخر حاجه الانس، بعد كده الفيسز تطلع خالص كده، انت رحله الاكل انتهت. هنتخيل كده ان احنا معانا قطعه بيتزا اهيت، بس انا هعملها بالاحمر عشان ايه تبان انها بيتزا مثلا كده، اوكي، وهيت مثلا دي لحمه ولا اي حاجه، ودي تشيز اهيت جبنه، ماشي. المهم يعني دي قطعه البيتزا بتاعتنا، انت جيت هم المام كلتها على طول. اول حاجه اللي بيقابلها ايه؟ السلايفا بتاعتك، صح، السلايفر جلاند الموجوده عندك دي اول حاجه هتقابلها، ومع الايه، مع التيز بتاعتك، مع التونج، مع الحاجات دي كلها، تقلب تكسر تعمل سيكريشن للسلايفا، بلا 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 الحاجات ديت. جميل. طيب انت دلوقتي كسرت الاكل فتفته خلاص جوه الماوس بتاعك على طول، ويقوم نازل رايح في التيوب الطويله ديت اللي بتوصل او بتعمل لك كونكشن ما بين الاكل بتاعك في الماوس، تقوم ماشيه على طول التيوب ديت زي القطر بالظبط، اول حاجه بتوصل لحد، تقوم ماشيه موديها على طول موصله الاكل لحد ما تروح لمين؟ للاستومك. طبعا الاكل بتاعك لسه ما تفتفتش للاخر، لسه في شويه حاجات مكلكعه عايز تفتفتها اكتر، فتوديها للاستومك عندك، الاستومك تطلع الاتش سي ال، تطلع لك البيبسينز، تقعد تكسر لك فيها. وبعدين زي ما احنا خدنا اصلا قبل كده في الشابتر الفسيولوجي كنا بناخد الجي اي تي وازاي بيحصل اصلا دايجيشن. احنا السمستر ده بتاخده الباثولوجي ده بقى الامراض اللي ممكن تحصل لي عندي. اوكي، انا بقول لك الحكايه دي ليه؟ علشان لما نيجي نخش في الامراض ما تخضش مره واحده، اتفقنا؟ احنا عايزين طول ما احنا عايزين بنذاكر الماده دي، الحمد لله الذي عافانا من طلبي كثير من خلق، الحمد لله الذي عافانا من طلبي كثير من خلق، ربنا يعافينا جميعا يا رب. طيب بالسرطان بقى لفت السام، خلصنا دخلنا الاستومك هضمت، رحنا هنا خلاص في البايلوريك، الجزء السموم ده هنعرفه دلوقتي، سمول انتستينال لاب لاب لا هضم، بعد كده تروح لارج انتستينال، بعد كده تطلع في الاخر از فيسز. جميل جميل. طيب دلوقتي كده تحس كده ان الاكل لما بيمر في الدكت دي كلها او في مثلا في التراك ده كله بيمر في ايه؟ اول حاجه بيمر عندي في الماوس، ماشي، عندك بعد كده في الاسوفاجس، الاستومك، عندك بعد كده السمول انتستين، لارج انتستين، خلصت الحدوته. طب ايه بقى الاكزيلري؟ لو جيت قلت لك ايه الحاجات الاضافيه اللي الماء الفود ما ممشيش وراها، ولكن هي طلعت لك مثلا سيكريشنز، طلعت لك انزيمز، طلعت لك حاجات تكسرها لك بس، ولكن هو الاكل ذات نفسه ما دخلش جوه الدكتات، السالفري جلاند، برافو. الليفر بيطلع لك دايجيشن، ايه دايجيشن انزيم، عندك بالسرطان بتسمي الجلوبلازيوس، عندك كمان بالسرطان بتسمي البنكرياس، صح، كل الحاجات دي الفود ما مشاش فيها، فدي بنسميها اكزيلري. اوكي، اكزيلري جلاند او اكزيلري اورجان وهكذا. جميل جميل. طب هنيجي دلوقتي نعمل زوم شويه على السمول انتستينال. السمول انتستينال بتتقسم لثلاث حاجات: ديوديدم، جيجينم، اند اليم. يبقى ديوديدم، جيجينم، اند اليم. الاليم ده اخر برضه خالص في السمول انتستينال، جيجينم ده اللي في النص، ديوديدم ده اول حاجه. وزي ما ببساطه انا بسام اغلب الحاجات بيحصل لها ابسوربشن، يعني شو مثلا اغلب المركبات او الحاجات دي ممكن بيحصل لها اكتر، او المينرالز عامه بيحصل لها اكتر ابسوربشن في الديوديدم، ماشي، وفي حاجات برضه بيحصل لها عادي في الجيجينم والاليم وهكذا. المهم رحت خلاص للارج انتستينال، لارج انتستينال انا دلوقتي طالعه بعمل سهم طالع بنسميه اسيندنج كولون، بعد كده دي اسمها ايه بالصرف سام؟ ترانسفيرس كولون. ليه؟ لان هي كده واقفه كده ترانسفيرس، اوكي، كل ده ترانسفيرس وهكذا. بعد كده ديسيندنج كولون نازل، وبعد كده الحته ديت اسمها اللي هي الحوادايه اللي تنزل وتروح عند الريكتم على طول اسمها جيجيمون، جيجمت كولن، وبعد كده اخر حاجه الريكتم، واخر حاجه عندي الانس. اوكي، طيب بصراحه انا بنفسها في حاجه برضو من الاكزيلري انا نسيتها على اقولها عليها، اللي هي الابندكس. الابندكس دي اللي هي الزايده، اللي هو يقول لك واحد يقول الحمد لله زي فتفاسي وحال كان جالي الزايده لا قدر الله. كده احنا خدنا عارفين ايه الاناتومي معنى صح،
او الاستراكشرز بتاعت الاورجان، التوزيع بتاعتها، الديستريبيوشن، الحاجات دي. جميل. لما نيجي بقى ناخد الجزء الباثولوجي ان شاء الله هنتكلم على الاستومك، على الماوس سوري، بعد كده هنتكلم على الاسفوجس، هنتكلم على كل واحد فيهم. في الماوس طبعا هيكون عندي جزء للسالفري وجزء للايه بالصوت نفسها من الماوس ذات نفسه. اوكي طيب، بعد كده الاسفوجل او الاسفوجس، بعد كده الاستومك، بعد كده السمول انتستينال او عامه كلها على بعضها الكولونز، كولونز اللي هي مشاكل القولون. ناس تقول لك انا عندي القولون العصبي، طب ده ايه؟ ايه اسبابه؟ الحاجات ديت. الناس تقول لك انا عندي بابتيك التشرز، يعني ايه؟ يعني القرحه في المعده والحاجات دي. ان شاء الله اتمنى ان انا اقدر اخلص كل الديزيزز بتاعت الجي اي تي كلها على بعضها واخليها محاضره واحده، بس ربك المستعان ان شاء الله باذن الله. ونخلص اكبر كم باذن الرحمن. لو ما عرفناش هننزلها على تو بارتس سيبريتد مع بعض. اوكي طيب، بصراحة انا بقى لعبت الصلاة والسلام. بيقول لك الديزيز اوف ابر جي اي تي، اول حاجة في ابر جي اي تي عندك الماوس. هنبدأ خالص اول حاجة عندي بالماوس، وعندي الماوس والسليفري جلاند اللي بتكون موجودة جوه الايه؟ جوه الماوس. طيب انت عندك كام سليفري جلاند اصلا في الماوس؟ عندك حاجة اسمها سب لينجوال سليفري جلاند. سب لينجوال، سب يعني بلو، ولينجوال يعني لونج، ايه تونج، يبقى سب يعني ايه؟ بلو خلاص، ولينجوال يعني تونج، يبقى هي الغدد اللي بتكون محطوطه تحت التونج. لو انت بتيجي ترفع لسانك كده تلعب مع اخوك ولا اختك الصغنطتين، او انت مثلا دماغك طفله زينا، المهم ترفع لسانك كده تلاقي ايه؟ تلاقي فيه زي تقول لك ايه، في خط او في زي حته كده فيها بقى ايه سليفري كتيره وهكذا. فدي بيكون عندي ايه بالظبط؟ انا سامع السب لينجوال ايه سليفري جلاند. بعد كده عندي حاجه اسمها سب مانجيبولار سليفري جلاند. سب مانجيبولار سليفري جلاند دي اللي بيكون موجوده هنا، تلاقيه عارف ايه عند الفك كده من تحت، من ناحيه اليمين شويه والشمال الاثنين دول، بس هي مش تحت اللسان. جميل. وبعد كده اخر حاجه اللي هي الباراتويد سليفري جلاند. الباراتويد سليفري جلاند دي بالظبط انا بلبس سام بيكون موجوده عند الودن زي ما انت شايف كده. بارا يعني كانها مبارل موازيه، ترويد يعني كانها مبارل للايه؟ للايرز، مبارل للايه؟ للودن. فدي بتكون موجوده عندك كده. كل دول طبعا مهمتهم ان هم يعمل لك سكريشن للايه بالظبط انا بلبس السلام، سكريشن للسليفري عشان يعمل لك دايجيشن للفود. طيب اول بقى ديزيز خالص هنتكلم عليهم اللي موجوده في الماوس، اللي هي الحاجات الموجوده في الماوس. جه واحد الصيدليه عندك، بص هنعمل ايه؟ نالف قصه كده بحيث ان احنا نقدر نيماجن لو لا قدر الله نسينا في الامتحان ايه تسترجعها بالقصه ديت. صلي على النبي العظيم. واحد جه في الصيدليه عندك وجايب طفل صغير مثلا، او جايب ابنه مثلا 17 سنه، ودكتور الحقني ابني عنده بتاع ديت. الناس كتير عندها البتاع دي على فكره، تدي له اركيور مش عارفه ايه اللي هي الحاجات دي، تلاقي عنده زي فوق فئه كده بيضه، بمعنى اصح فيها ايه ميه بيضه كده. هي عباره عن حته كده مش مجوفه، لا هي عباره عن باتشز، مش باتشز بيضه كمان، لا ده هي عباره عن حاجه بيضه كده جريز وغنططه خالص اللي هي الحته دي كده اهي، وحواليها حاجات حمراء، حواليها تحس ان هي محمره شويه، حواليها اريزميا. يبقى بالصراحه انا بعرف ده سام. يجي لك واحد في الصيدليه، الحق انا ابني مثلا عنده البتاع ديت، او انا ذات نفسي عندي البتاع ديت، ماشي اهي دي كده، يقول لك مش عارفه اسمها ايه بصراحه، بس اللي هو اسمها ايه مش كساينتفك، لا كحد عامي مثلا، او الناس اللي هي العاديه اللي الله يصلح حالهم ويديهم الصحه يا رب، يجي يخش في الصيدليه يقول لك ايه، بس يقول لك انا بشتكي من البتاع ديت فوق فيها مثلا. ما علينا، دي بتبقى عباره عن ايه؟ اسمها افسس ulcers. افسس ulcers. افسس ulcers. يعني ايه افسس؟ افسس يعني كانك بالظبط ممكن نعملها نشبهها بايه؟ كاني بقول بفصفص بفصفص، يبقى افسس كانك بتفصفص. بتفصفص ايه؟ بتفصفص اللي انت عندك دلوقتي الجزء الابيض دوت. عارفين التوم؟ التوم ده بيبقى عباره عن ابيض، نفتكر التوم الاحمر، عارفين في توم احمر كده بيبقى من جوه ابيض وحواليه قشره حمراء، هي دي بالظبط. بفصفص ايه او بافقصص ايه؟ بافقص الايه؟ التوم اللي هو عباره عن من جوه ابيض وحواليه احمر. عمرك ان شاء الله باذن الله ما تنساها. بنسميه ايه؟ بنسميه كانكر سور. كانكر كانك بتقول لي عمال ايه؟ بكركر، بكركر توم الصبح مثلا، او بكركر اي حاجه، اي يعني بص نبصمج اي حاجه، لان موضوع الحفظ ده الذاكره ميته اصلا. طيب يبقى بالصوت انا بسام افسس السرز، عباره عن كانكر سور، دي عباره عن وايت باتشز، مش عايزه اقول وايت باتشز عشان ما لخبطكش، هي عباره عن حاجه زي زغنططه كده، عباره عن يعني مثلا بالصوت انا بسام عباره عن ديبوزيشنز لحاجات وايت صغيره خالص، ماشي. عباره عن اكسيديت، الاكسيديت دي عباره عن حاجات انفلاميشن، احنا واخدينها في شابتر انفلاميشنز والحاجات ديت، وحواليه حاجه حمراء اللي هي اللي اسمها الايه؟ الاريزميا. طب هل دي بيكون ليها سبب معروف او كده؟ لا ملهاش اي سبب معروف خالص، دي حاجه نون سبيسيفيك،
ulcerations unknown etiology من غير اي سبب. كلمة etiology يعني cause، خلاص. هي عبارة عن hyperemic ulceration، يعني ايه hyperemic؟ يعني شايف اهو حواليه احمر كتير، حواليه احمر كتير، ماشي. covered with by sin exudate، عندك sin exudate اللي هي الاكسودات اللي هي بتاعت الانفلاماتوري انفلاماتوري اكسودات والحاجات ديت، صح. ايمنت باي ناروزيونز اوف الايه، بالصوت الاوسام اوف الاريزميا، يعني حواليها متحوطه بحته زنطته كده احمر، يعني كانك عامل ايه، يقول لك المنطقه دي محظوره بالخطر، عندك هنا اكسيديت، بقع بيضه من الاكسيديت وحواليها الاريزميا. انت عارف السبب؟ لا مش عارف السبب. اهم حاجه كلمه تعرف عندي ايه، هايبر ايميك التريشن، هايبر ايميك التريشن، هايبر ايميك يعني هايبر زياده في الايميك اللي هي الجزء الاحمر دوت، وعندك التريشن نتيجه وجود البتاع البقع البيضه او الاكسيديت اللي عندك. جميل. تاني مرض عندي بالصوت الاوسام اسمه هيربس simple type inflammations او infections، هي اسمه cold sore. من اسمه كده cold sore، يبقى بيولوجيك، بيجي للناس اللي بيكون عندها ايه، بيجي لها برد كتير. طيب والherpes simplis type ده، عارفين مثلا البيبي الصغنن لما بيجي يتولد تلاقي مثلا مامته خايفه عليه وما مش عارفه ايه، ما تبوسهوش، مش الحاجات دي. طب ايه السبب في كده؟ عشان المناعه بتاعت البيبي دي بتبقى ضعيفه جدا جدا جدا، فهو بيتنقل عن طريق السلايفا اللي بيكون عن طريق البوز، بمعنى اصح انت تقعد تبوس بقى في البيبي مش عارف ايه وكده، فممكن تتنقله لا قدر الله لو انت عندك تتنقله الايه الانفكشن ديت او العدوى ديت. طيب هو اسمه سمب، احنا عارفين. طب تاني الكولد سو دوت، الكولد باد دوت بيبقى عباره عن عدوى بكتيريه ولا عدوى بكتيريه ولا عدوى فيروس؟ عدوى فيروس، باي فيروس. فلذلك الكولد سو يبقى معنى كده سمبلس او الهيربس سمبلس سمبلكس ديت بتبقى نتيجة فيروس، نتيجة الفيروس اللي هو اسمه ايه الهيربس. طب دي عبارة عن حاجة ايه اكيوت، لان يعني احنا عارفين الكولد كلنا البرد ده بيبقى حاجة اكيوت، مش بيبقى كرونيك، ما بيقعدش مدة كبيرة الا من رحم ايه ربه. يبقى هي اكيوت هيرباتيك، ماشي. هيرباتيك ده اسم الفيروس. جينجيفو معناها لثة او اللي هي الشفايف، اوكي. استوماتس اللي هي البق، يبقى هي معنى كده التهاب في اللثة او الشفايف بتاعت الايه البق. يبقى دي بالصوت انا بلف سام، جينجيفو يعني لثة، ودي معناها انفيميشن في اللثة او الشفايف بتاعت الايه البق. استوماتس مش معناها استومك، لا معناها الماوس، اوكي. طيب بيقول لك هنا دي لما بيحصل اكيوت هيرباتيك جينجيفو استوماتس، دي بتكون في الايه في الشلدر نتيجه البوس وبلا بلا بلا الحاجات ديت. طب بيحصل لها ايه بقى بالصوت انا بلف سام؟ بيحصل لي ريكورنس. يعني ايه ريكورنس؟ يعني بتخف وترجع تاني، تخف وترجع تاني. طب ايه السبب كده؟ افتكرها بالظبط زي الكوبر، مش هي اسمها كولد سو، بتخف وترجع تاني. احنا عمالين ايه نبصمج مع بعض في الايه في الادلت، يبقى هي بتبقى ريكورنس في الادلت. طب ايه السبب كده ايه؟ علشان هي بتبقى ليتنت. يعني ليتنت؟ عارفين بتبقى حضنه نفسها. يعني ايه؟ دلوقتي انا لا قدر الله، لا قدر الله حد، بلاش على نفسي، ربنا يعافينا يا رب جميعا. شخص اكس مثلا لا قدر الله عنده المرض دوت، حلو. طيب الجهاز المناعي كويس بتاعه ونشيط وقوي والحاجات ديت الحمد لله، فيروح يهاجم عليها ويؤذي عليها. هي بقى تسيب لك ايه؟ عارفين اللي هو البكاء على الاطلال، فتسيب لك شويه اطلال ليها، شويه اثار ليها. طب لما تسيبها لك دي بالصوت انا بلف سام، مش هي بتسيبها، بس بتسيبها بطريقه ان اكتف، يعني مش الجسم المناعي كانه مش هيهاجمها خالص، فتخزنها عندك. فلما تحطها عندك تفضل متحضنه، لما تصدق بقى الجيش بتاعك اختفى خلاص، المناعه بدات تقل بتاعتك خلاص، عندك اميون سبريسنت، بتاخد انتي بيوتيك، اي حاجه من الحاجات دي، تبدا بقى ايه تنشط وتبدا بقى تعمل ايه سبريشن، وتبدا بقى تطلع تاني الانفكشن بتاعتي خلاص. يبقى هي بتبقى حاضنه نفسها فتره حضانه، وهي ظنانه ما لهاش اي افكت خالص، مجرد بس ما تستنى بس الجيش يختفي، ولا الواد مثلا يعني الجيش يودي وشه الناحيه التانية، ولا المناعه تقل بتاعتك، تيك على طول تعمل لك انفكشنز. طيب يبقى ريكيرنس في الادلت دي بالصوت نفسها بتبقى الفيروس اتش اس في، يعني ايه؟ يعني هيرباتكس او اسمها ايه، هيربس سمبلس تايب، هيربس سمبلس تايب at the site of primary، في اول انفكشن خالص، اول انفكشن خالص بتكون حصل لها انكوبيشن متخبيه، وبعد كده لما يحصل لك اللي هو يحصل لك بالصوت نفسها يوم سبريسنز نتيجه اي سبب من الاسباب، يبدا تنتشر. طب تبدا تنتشر ازاي؟ قال لك مش انت عندك الميكوزا، الميكوزا اللي ايه لاير بيكون فيها ميكوزا. طيب الميكوزا ديت بقى بيحصل لها انها تبدا تنتقل عن طريق النيرف، عن طريق النيرف الموجوده جوه الميكوزا في نفس الجنجيا. يعني ايه نفس الجنجيليوم؟ يعني دلوقتي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، دلوقتي احنا عارفين ان ده فيروس، صح. طب مش الفيروس دوت بيحط الماده الوراثيه جوه الخليه بتاعته، جوه الخليه بتاعته، اي خليه، هيجي ينحقن الماده الوراثيه بتاعته جوه الخليه، صح. طيب جوه الخليه بتاعته هيفضل حقنها،
حال المادة الوصية، يتكاثر 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 لحد كل ده لسه في الايه، في البرايمري انكوبيشنز او انكوليشن، يعني موضوع مجرد بس الاصابة الاولانية خلاص حصل لها ليتنسي. حلو حلو. عن طريق بقى تتنقل عن طريق، عن طريق النيرف، عن طريق الانترفيتد يعني النيرف ماشي، باي سيم الجنجليون، في نفس لازم تكون نفس الجنجليون يعني نفس المصدر بيغذيها. ما ينفعش مثلا اجيب معسكر بيغذي جنجليون اكس مثلا بماده ثانيه وهو قال يعني من ماده نقله من جنجليون جنجليون، لا نفس الجنجليون نفس الجنجليون لازم ولابد. طب حلو. وبعدين بعد كده بقى خلاص السيل دي بقت انفكتد صح، هتبدا بقى تتنفخ بالجيناتيك ماتيريال، تتنفخ تبقى بالون 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 وتبدا تبقى كبيره لحد تبقى ايزينوفيليك يعني تبقى اسيدك كده ولونها احمر كتير، وبعد كده يكون عندها من جوه الانتر نيوكليير انكلوجنز بوديز، عندها جوه الجينات الوراثيه بتاعت الفيروس اللي عندي متخزنه فيها. تمام. يبقى ببساطه انا بلف دوسام الفيروس ده جلس بصراحه نتيجة ايه؟ نتيجة الكولد. هو عبارة عن ايه؟ اسمه هيربس سيمبلس تايب، ده نتيجة الكولد. البرد ده مش بيروح يجي يا ابني، اه فهي هتبقى اكيوت صح، فهو يبقى كمان ريكارنسي. ريكارنسي في مين؟ في الادلت مش الشيلدرنز. طب في الشيلدرنز بنسميه ايه؟ بنسميه اكيوت هيرباتيك جينجيفو ستوماتس ماشي. طيب هو الريكارنسي بيروح ويجي كتير في الادلت، بيحصل له ليتنت في جوه، في عندي في البرايمري انكوبيشنز في اول اصابة عندي، فنتيجة بيحصل له ادجيشنز او بيحصل له سبريشن في الانترفيشن الانترفيشنز اوف ذا سيم جانجليون، يفضل بقى يحقن الماده الوراثيه بتاعته لحد ما تبقى ايزينوفيليك، هيحصل لي انتر نيوكليير كتيره خالص من الماده الوراثيه بتاعت الفيروس، وبعد كده بالسطر نفسها يبدا ينتشر عندي لما تلاقي عندك الاميون سبريسنس حصل. جميل جميل كده احنا خلصنا اول اتنين، الكانديدس او الاورال تراش. كانديدس مش ما سمعتش كلمه كانديدس دي خالص؟ ها اكيد خدتها في مايكرو العملي بتاع الايه، عمل المايكرو او البراكتيكال بتاع المايكرو، خدتوها فيها الكانديدس وخدتوا ازاي تتعرفوا عليها تحت الميكروسكوب والفرق بينها وبين السارسينا وبلا بلا بلا والحاجات دي. طيب دي ببساطه انا بفهم عباره عن ايه؟ عباره عن اورال تراش. طب ايه الفكره بتاعتها؟ الكانديدس دي عباره عن مايكروبيوتا بتكون موجوده على الجسم عندي. طب ماشي، دي ببساطه انا بلف بصوته والسلام، هي مش مايكروبيوتا ذات نفسها، لا انت دلوقتي في جسمك حواليه مايكروبيوتا. مايكروبيوتا دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن نورمال فلورا، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن فاكرين في الاميونتي اللي قلنا عباره عن جيش مناعي بلا 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 الحاجات ديت، اللي مش فاهمها يروح يتفرج عليها الاميونتي. المهم يعني ان ببساطه انا بلف بصوته والسلام المايكروبيوتا ديت ماشي بتكون محاطه الجلد بتاعك او النورمال فلورا. طيب ماشي محاطه، تخيل كده اللي هو انا جيت مثلا عدو عايز يخش جوه في المايكروبيوتا او في يعمل انفكشن المعاكن ده، ايه لقى قدامه مايكروبيوتا فمش هيقدر يخش. جميل. طب لو دخل وما لقاهاش موجوده، نتيجه بقى انت بتاخد انتيبيوتيك كتير او عندك اميون سبريسنت كتير او ايا كان من الحاجات ديت، فهتلاقي مكانها فاضي، فيقوم على طول مستغل الحركه ديت فيبدا يعمل لي انفكشن ويعمل لي انفلاميشن في الجزء دوت. نتيجه مين؟ عارف فكره ان غاب القط لعب يا فار؟ هي دي، القط مش موجود الفار هيلعب اللي هو مين؟ الكانديدا. جميل. فيعمل لي انفلاميشن اسمها اورال تراش. الاورال تراش ديت ببساطه انا بلف تايم لما يكون المايكروبيوتا اتبدلت، نتيجة بقى واحد جاي داخل يقول لك انا باخد انتيبيوتيك كتير قوي او عندي ضعف في المناعة، فتلاقي عنده الجزء يعني الجزء الحلق بتاع بقه عامل كده. الحمد لله الذي عرفنا بتربية كثيرة خلقه. طيب الناس مين اللي بيكون عندها نقص مناعة؟ زي الناس الدايبتيك، الناس السكر بيكون عندها نقص مناعة، الاميون سبريسنت بيشنت، فدي بيكون عرضة اكتر فيهم. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جراي وايت ديرتي لوكينج سودو ممبرين. اهم حاجه عندي كلمه سودو ممبرين، هو عباره عن سودو ممبرين. احنا عرفنا عليه سودو ممبرين العمل بتاع البراكتيكال بتاع نفس الماده برضه الباصو. سودو ممبرين يعني ممبرين زائد. طب الممبرين الزائد ده بالصوت انا بلف ده الصوت والسلام، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن بواقي المايكرو اورجانيزم وباقي الالتهابات. عارفين ايه هي المقبره؟ بمعنى اصح عارفين المقبره؟ المقبره ديت بيكون فيها المايكروبيوتا اللي هي المايكرو اورجانيزم الميته والحاجات ديت، فهي بقى بيكون برضو فيها ميمبرين وفيها الباقي البواقي والديربس بتاعت الانفلاميشن والحاجات دي. يبقى ببساطه انا بسم هي عباره عن وايت باتشز. الوايت باتشز دي نتيجه ايه؟ نتيجه وجود الجنود الميته، الجنود الميته سواء بقى جنود من العدو او من الجنود اللي عندي ديت خلاص، ووجود عندي ميمبرين سودو ميمبرين عندي بتبقى لونها وايت وبيبقى شكلها مش الطف حاجه وبيكون فيها انفلاميشن. جميل. يبقى ده كده الفرق بين التلات حاجات، تلات امراض اللي بتحصل عندي في الماوس. كده احنا خلصنا الامراض اللي بتحصل عندي في الماوس، لسه فاضل لنا اخر مرض عندي بالصوت انا بعرف السلام اللي بيحصل في الماوس، اللي هي الليكوبلاكيا. الليكوبلاكيا او الليكوبلاشيا دي بالصوت انا بعرف السلام هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن وايت باتشز زي ما انت شايف كده، عباره عن تيومرز، يعني مش تيومر بمعنى تيومر اللي هو كانسر والحاجات دي، لا هي عباره عن زي كلكيع كده فيها وايت باتشز كتيره ماشي، وايت باتشز اوف الاورال ميوكوز. تلاقي واحد عندك صيدليه داخل عنده باتشز كتيره، طيب هل هو واحد يقول لي طب ما انت لسه قايله هنا في الكانديدس عندك هنا عباره عن ايه؟ وايت سبوتس.
خلاص وايت سبوتس بس، لكن هنا ايه عندي سودو ميمبرين، سودو ميمبرين نتيجه وجود ميمبرين زياده عندي نتيجه وجود الجلود ميته. طب هنا بالصوت انا بفهم عندي الفيروس ذات نفسه عمل له ايه انتر نيوكولر انكلوجن بودي، صح؟ يبقى ما تتلخبطش. طب هنا الباتشز اللي هنا دي نتيجه ايه؟ الاكسيو ديت، خلاص نتيجه الاكسيو ديت، جميل. يبقى ان شاء الله مش هتتلخبط. طيب بالصوت انا بقى عليه الصلاه والسلام. دي بتبقى عباره عن وايت باتشز موجوده في الاورال ميكوزا، بتطلع في الاورال كافيتي ان ذا ابسنت اوف، طبعا ملهاش اي سبب معروف. طب مين اللي كمان برضه ما كانش ليها سبب معروف؟ طبعا اول واحده خالص اللي هي الافسس، افسس توم احمر بلا بلا بلا، اللي هي كانكيرا. اما دي ليها سبب ودي ليها سبب عندي، ده بسبب الكانديدا، ده بسبب الهيربس سمبلكس ايه تايب 1، خلاص يعني معروفه الاسباب اللي عندي هنا. اما ده مش معروف. طب ليكوبلاكيا برضو مش معروفه. ديت بالصوت انا بلف سلام بتبقى بنتيجه اريتيشنز باي بري ديسبونسنج فاكتور، يعني بري ديسبونسنج فاكتور يعني حاجات بتساعد انها تكتر اكتر، زي مثلا السموكينج، زي الاكسسيف الكحول، زي اللي انت تاخد توباكو، الحاجات ديت. عشان كده بيقول لك يعني ما تتدخنش عشان صحتك، يعني هو اصلا ماشي الدين محرمها وحرام ومش عارف ايه وكده. طيب انت ما هو الدين مش محرمها علشان هو مش حابب اللي هو يعني مش حابب مثلا السجاير او كده، لا ده محرمها عشان صحتك انت، عشان خوفا على صحتك انت، ما ينفعش تاذي نفسك. انت ربنا مديك صحتك دي امانه لازم تحافظ عليها، صح؟ فانت مش ينفع بقى تروح تشرب لي علبتين سجاير ومش عارفه مخدرات والحاجات دي. ربنا يعافينا يا رب ويهدينا باذن الرحمن ويصلح حالنا. طيب لو انا بقى قلبت لجزء باثولوجينك يعني زادت اكتر عن حدها، يعني شوف حاجه عبيطه قوي صغننه يعني مش فاهمه ايه فايده الدخان اللي بتشربوه والحاجات ديت، ايه المتعه في كده؟ يعني نفسي حد يقول لي ايه المتعه، ايه بتحسوا في كده؟ ده عباره عن شويه دخان يا عم، لو عايز تشرب شويه دخان وبروح اغلي لك كوبايات ميه واقعد انفخ في الوراق بتاع الميه ما ترجعش دماغنا. طيب الجزء الباثولوجينك فيتشر بيبقى عندي هايبر بلاشيا في الابيسيليان، يعني احنا عارفين الجزء ده الابيسيليان ده جوه الماوس جوه في الحلق كده، عارفين لما تيجي ارفع لسانك للحلق ماشي، فده بيبقى هايبر بلاشيا. يعني ايه هايبر بلاشيا؟ يعني زياده في عدد النمبر بتاع السل، زياده في عدد النمبر بتاع السل. ولما نيجي ان شاء الله باذن الرحمن ربنا يدينا الصحه والعافيه بحق لا اله الا الله والفهم والتقدير وكل حاجه، اللهم صل عليك نبي سلام. ولما نيجي نشرح جزء الكانسر او نيوبلاشيا هتفهم الفرق بين النيوبلاشيا والهايبرتروفي والحاجات دي، خلاص. طب الهايبر بلاشيا ديت اللي هي انكريزنج في العدد الخلايا بيزيد كتير جدا، شايف عامل ازاي؟ الحمد لله الذي عرفنا طريق كسر خلق. والهايبر كرياتوزيس من اسمه كده كرياتو، يعني كانها جايه من كرياتين، يبقى زياده عدد الكرياتين اللي عندي كان في صبغه موجوده عندي ماشي. طيب دي بقى ممكن برضه تؤدي لحاجه اسمها ديسبلاشيا. ديسبلاشيا الخلايا شكلها بيتغير، يبقى الهايبر بلاشيا يعني عدد الخلايا بيزيد. طب الديسبلاشيا ديس يعني حاجه وحشه، باد باد نورمال باد شيب اوف الايه اوف السل، دي لا قدر الله ممكن تؤدي لكانسر. يبقى معنى كده ان السجاير والسموكينج والالكحول، الناس بتشرب مخدرات والحاجات ديت ربنا يعافينا يا رب، والكحول ومقضياها ومش عارفه ايه وكده، يعني نهايتك ايه؟ كانسر، الله يرحمك هتموت. طب ايه يعني كانك بتسرق بتعمل تحرق بنفسك بمعنى اصح بدري في بدري. فده بيديك سكوامس سيل كارسينوما، ويا ريت كانسر بس اللي هو مثلا الحميد الجميل اللطيف اللي ممكن نتخلص منه بسهوله، لا ده كارسينوما. كارسينوما يعني ده مالجننت، يعني ايه مالجننت؟ يعني خبيث، يعني بص كميه المعاناه، يعني يا ريتك هتموت على طول، لا ده انت هتعاني. الله يشفينا ويعافينا يا رب، خلاص. يبقى دي كانسرز ويديني سكوامس سيل كارسينوما، جميل كده. احنا بالصوت نفسها خلصنا كل الديزيز اللي ريليتد تو الماوس، لسه قدامنا اللي هي الاكزيلاري جلاندز او اللي هي السليفري جلاندز. الانفلاميشن اللي بتحصل في السليفري جلاند اسمها سالا دينايتس، كانك بتقول اسالي او سالا دينايتس، يعني اسالي دينايتس دي احنا عارفين اللي هي ليها علاقه بالماوس والتيسس والحاجات ديت، وسلع يعني كانها جايه من سلافري، خلاص. طب ايه السبب بتاعها؟ قال لي السبب بتاعها تلات اسباب، يا اما نتيجه فيروس، يا اما نتيجه بكتيريا، يا اما نتيجه اميون سبريسنس، خلاص. يبقى فيروس بكتيريا او اميون سبريسنس. اول حاجه عندي الفيروس اسمها مامبس، يبقى الفيروس اسمه مامبس. خدنا فيروس قبل كده كان بيعمل لك الايه الكولد سور، برافو عليك، اللي هو اسمه ايه هيربس سمبلكس تايب 1 انفلاميشن او انفكشن، جميل. دي اسمه ايه بقى بالظبط؟ مامبس. طب المامبس ده هاي بيهاجم اي حاجه كده والسلام؟ لا، قال لك بيهاجم بس الباراتويد جلاند. طب الباراتويد جلاند اللي هي فين؟ ايه اتفقنا خلاص، الباراتويد بارا يعني باراليل، تويد يعني ايه اير، يبقى هي باراليل للاير. وسب لينجوال دي اللي تحت اللسان، وسب مانجيبولر اللي هي موجوده في الحته دي من جنب،
جميل. يبقى كده احنا خلصنا الفيروس، يبقى دي السبب بتاعها بتاعت السالة دينايتس نتيجة وجود المامبس. المامبس ده عبارة عن فيروس ماشي، وليه اسم بالعربي كده اسمه عجيب، ربنا يعافينا يا رب. مش يعني اسمه ابو اللقمان حاجة كده، او لا مش اللقمان، ابو اللقام. ابو اللقام يقول لك انا عندي ابو اللقام، ربنا يعافينا يا رب، لا اله الا الله. ده بيروح يعمل لك ايه؟ يعمل لك كأنه بيقول لك ايه، لقام كأنها جاي من لقمة، فافتكرها كده لقمة بتيجي ناحية الايه، ناحية الباراتويد ماشي. بعد كده البكتيريا، عندي اتنين بكتيريا نزلنا منها في المايكرو، الستاف والستريبتو. الستاف والستريبتو مفيش غيرهم في البكتيريا، والستريبتو كمان ايه فيردنس خلاص. طيب السرطان نفسهم دول اللي هم اللي بيعمل لك انفكشن فيها، ده بيخش في مين؟ بيروح لاي جلاند وخلاص؟ لا بيروح للسب مانجيبولار جلاند بس. يبقى المامبس بتروح للباراتويد، افتكر كده المامبس كانها جايه من ماما، وماما بتكون موجوده تملي في اعلى مكان، فهي موجوده في اعلى جلاند عندي اللي هي الباراتويد. طيب السرطان بقى عليه السلام، البكتيريا بقى اللي هي العبيطه الزغنططه ديت تروح تخش لك في اقل مكان خالص اللي هي عندي سب مانجيبولار جلاند. جميل جميل. طيب ايه اللي بيحصل عندي؟ قال لي لو انت لا قدر الله لا قدر الله حصل عندك اوبستراكشن في الدكت بتاعت السليفري جلاند، ياه يعني انت دلوقتي عندك بالسلطه نفسها من السليفري جلاند اهيت حصل فيها اوبستراكشن، فمش هتقدر تطلع لك السليفري توديها في الماوس، فتقدر تلاقي تملي بقك ناشف، مش قادر مش عارف تاخد النفس، يعني مش قادر بقك ناشف قوي، عايز تبلي ريقك صح؟ نتيجه مثلا في ستون عندك في السليفري جلاند، اي حاجه للحاجات ديت. طب السليفري بقى محبوس جوه هنا صح؟ وبقى عندك الماوس اللي الحته اللي رايحه فيه السليفري مش موجود فيها سليفري. طيب السلطه انا بقى لا يفضل صدر سلام، وش مش السلايفا ديت بيكون فيها هيدروليتك انزايم، وانزايم بتقعد تكسر والحاجات دي؟ اه. طيب بما انها مش موجوده الماوس بتاعي ما بقوش فيه سلايفا، احنا اصلا ربنا سبحانه وتعالى حاطط لك السلايفا ده كانه خط الدفاع الاول عشان يقتل لك ايه ميكروب، ما انت على طول فاتح بقك، انت عمال تتكلم على طول فاتح بقك، اي عدوى كده هتلاقي الهواء دخل بقك على طول هتعديت، فربنا سبحانه وتعالى عارف ان انت يعني على طول الفتحه دي مفتوحه، الماوس بتاعك مفتوح، النوز بتاعتك مفتوحه، مش عارف ايه وكده، فسبحانه وتعالى يعني سبحان جد يعني اعجاز، يعني كميه الاعجاز، كميه سبحان الله بجد، نقدر نقول سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان الخالق، ونيجي نعصيه ويهديه، ربنا يهدينا والله يصلح حالنا ويعفو عنا بحق لا اله الا الله. الواحد هتقف ازاي قدامه وهو عامل كل الحاجات دي عشانك انت؟ يعني هنقف ازاي قدامه بجد؟ ربنا يعفو عنا، استحلفكم بالله اللي ما يلاقينش في الجنه يطلبني معاه. المهم يعني عندك بقى خلاص اوبستراكشن، فالسليفري خلاص نتيجه فيها ستونز اي حاجه في السليفري جلاند، فالسليفري في الماوس بتاعتك ما بقتش ايه؟ ما بقتش موجوده. طيب ما بقتش موجوده يبقى انت كانك موت الجنود بتاعتك، الجيش بتاعك لف وراح منطقه تانية مثلا العزازينه ما بقاش موجود. طب ايه اللي هيحصل عندي؟ قال لي اللي هيحصل عندي ان انت هتلاقي البكتيريا بقت ايه، هتبقى حفله، هتعمل حفله وليله وزمبليطه، تبدا تدعي زمايلاتها، يلا يا ستيبتو يلا يا ستاف يلا 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 نعمل حفله هنا، يلا اعملي لي انفكشنز، يلا اعملي لي ايه سالا دينايتس، خلاص يلا اعملي سالا دينايتس. يبقى دي بالسرطان نفسها، يبقى يوجوال انديوسد باي، لا يحصل لي انديوسد بالبكتيريا ديت نتيجه مش غياب، عارف غياب القط يلعب يا فور، القط غاب اللي هو مين؟ السلافا، السلافا غابت خلاص، فيجي الفور مين اللي هي البكتيريا اللي عندي ديت، سواء نتيجه حصل لها ابستراكشن بفود او ستون او اي حاجه من الحاجات ديت. دي هايدريشن يعني نقص السلايفا، او ديكريزنج سيكريشن فاكريشن برضه يعمل لك بكتيريا انفكشن، كلها نفس الايه الفكره. تالت سبب عندي ان نتيجه السايلادينايتس اللي هو الاوتو ميون ديزيز، الناس اللي عندها اوتو ميون ديزيز اللي هي عندها ضعف في المناعه، بيولوجيك عندها ضعف في المناعه، الجيش بتاعك ضعيف، مفيش همه مفيش حماس، فاي عدو يقدر يخش على طول يقدر ايه يموته ويبوظ الجسم عندك. عندك بقى بالسطر اسمه ايه بنسميه، ده مهم جدا تعرفه، اسمه جيجرونز سيندرومز، اس سايلنت، جوجرين سيندروم. الجيجرين سيندروم ده بالسطر نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن ايتو اميون ديزيز، عندك نقص في المناعه. طب هنا عندك دلوقتي نقص في المناعه، فايه اللي هيحصل عندك؟ لاي حاجه تقدر تخش عندك وتهاجمها. طيب ايه بقى اللي بينتج عندي؟ بينتج عن كده اللي بيكون عندك دراينس في الاي. طب ليه؟ مش انت دلوقتي المناعه عشان تتكون عندك، يعني مثلا الدموع اللي عندك دي مش دي عباره عن خط مناعي برضو؟ يعني ربنا حط انت على طول عينك مفتحه ومعرضه للهواء، البكتيريا عايمه على الهواء، انت ما شاء الله عندك حواليك
ألف مليون بكتيريا حواليك كده. طب انت ليه ما بتعيش على طول؟ عشان انت عينك ربنا سبحانه وتعالى حاطط لك ميه، الميه دي عباره عن ايه؟ عباره عن سولتس، اللي هي عباره عن الدموع. نتيجة دمع كده تلاقي، ولو جيت دقت الدموع بتاعتك تلاقي ايه؟ طعمها حادق سنه صغنططه. ليه؟ بسبب السولت، يعني مش سولت اللي هو السولت بمعنى اصح، لا ده ربنا سبحانه وتعالى حاطط لك زي جيش كده يحملك عينيك، صح؟ طيب انت دلوقتي عندك نقص في المناعه، يبقى انت عندك نقص في الميه الموجوده جوه عينيك، يبقى اكيد عندك كده ايه؟ هيحصل لك انفكشن سهله جدا. فبنسميها ايه؟ سميناها كيراتو كونجنتيفايتس. كونجنفيتايتس، كونجن فيتايتس، يبقى كيراتو كونجنفيتايتس سيكا. سيكا يعني كانك بتقول سيكا، يبقى معنى كده عندك نقص في الايه؟ الميه الموجوده جوه عينيك. طيب برضه الماوس مش السليفري ديت عباره عن جيش؟ عندك اوتوميون؟ يبقى انت عندك نقص في الجيش؟ يبقى انت عندك نقص في السليفري؟ يبقى انت عندك دراي ماوس؟ يبقى اسمها زيرو استوما. زيرو اي زيرو يعني دراي، احنا عارفين كده، واستوما يعني دراي في الايه؟ في الماوس. ده بالسطر نتيجه بقى عندك نقص في المناعه، سواء بقى في اللاكريمال، اللاكريمال والسليفري جلاند مش عارفين يطلعوا اللي هو الجنود بتاعهم اصح. اللاكريمال دي اللي هي الغده الدمعيه، والسليفري جلاند احنا ايه؟ عارفينها. طيب ممكن يكون برضو عندي ديزيز اللي هو سكندري روماتويد ارثرايتس، نتيجه برضو بالسطر نفس السلام، يعني ايه؟ عندي انفلاميشن في الارثرايتس في المفاصل والحاجات ديت، وروماتويد كمان. الروماتويد دوت ربنا يعافينا جميعا يا رب ويشفي الجميع، بيبقى عبارة عن ألم فظيع جدا 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 في المفاصل، في المفاصل ماشي. ارثرايتس وسكندري تايب ده نتيجة برضه نقص المناعة. يبقى نقص المناعة أو الجيجرونز سيندروم عبارة عن تلات حاجات: نقص المناعة، نقص المناعة في عينك، نقص المناعة في بقك، نقص المناعة في المفاصل بتاعتك، وتديك انفلاميشنز. جميل؟ جميل. طيب طبعا هنا بقول لك الحته دي مهمه جدا 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 ومتوقع سؤال الامتحان. انت دلوقتي عندك دراينس في الماوس، صح؟ طيب دراينس في الماوس بمعنى كده بالصوت انا بلف ده الصوت والسلام، ممكن لا قدر الله يؤدي للتيث ديكلي. ليه؟ لان انت دلوقتي الماوس بقى دراي، الجيش ما بقاش موجود، القطه غاب، هتلاقي الفور لعب، تجيب لك بقى كل انواع البكتيريا، السوس اللي بيجي على اسنانك، الحاجات ديت، الاورال تراش. فاكرين الاورال تراش دي اللي هي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن الباتشز الوايت، الوايت سبوتس اللي موجوده هنا دي فوق، صح؟ نتيجه الكانديدا، نتيجه غياب الميكروبيوتا، نتيجه نقص المناعه، خلاص. فكل ده يجي لك عندي. يبقى اللهم صل عليك انا بلف ضد السلام، مهم جدا جدا الجيش ملاعي. لو غاب هيبدا بقى يطلع لك بكتيريا وحاجات كتيره عندي. الاورال تراش دي مهمه جدا جدا تعرف انها بتحصل في حكايه الاوتو ميون او في حكايه الجيجرونز سيندروم. جميل كده، احنا كده بالظبط انا بس خلصنا الديزيز كلها الريليتد للماوس. نخش على الديزيز اللي ريليتد تو الاسوفوجس. الاسوفوجس عندي تو تايب اوف ديزيز، اتفقنا الاسوفوجس ده خلاص، احنا خلصنا الجزء اللي فوق ده. الاسوفوجس اللي هي الحته التيوب ديت. طيب بايولوجيك، ايه الديزيز اللي ممكن تحصل عندي؟ ممكن يكون عندي انفلاميشن في الاسوفوجس ذات نفسه، او عندي حاجه اسمها فاريس فاريس او الفاركلز اللي هي الدوالي. ربنا يعافينا، يقول لي واحد يقول لي يا دوالي في المريء، يقول ده دوالي المريء. انا اول ما اسمع المصطلح ده هتعرفه دلوقتي باذن الرحمن. بايولوجيك كده الاسوفوجس ايتس دوت، ده بالسطر تبع عباره عن انفلاميشن في الاسوفوجس. طب ايه الاسباب بتاعته؟ سواء بقى انفكشنز باي كانديدا، كانديدا دي مشكله ومصيبه ما بتحبهاش خالص، الكانديدا ده عباره عن فانجاي ما بنحبوش خالص، ماشي. سواء بقى عندك ريفلكس في الجاستريك، عندك لا قدر الله ارتجاع في المريء، ماشي، او في الجوز بتاعت الاستومك، تروح تعمل لك، احنا عارفين الاستومك عباره عن اسيد، ده لما يحصل لك ارتجاع فتطلع في الاسوفوجس، فتبدا ايه؟ كانها ما تنحت في الجدار بتاع الاسوفوجس، فلا قدر الله تؤدي الالسر من كمان، ماشي. عندي الانتيوبيشن، ربنا يعافينا يا رب ويشفي الجميع بحق لا اله الا الله. الناس التعبانه اللي ما بتكونش قادره، نايمه على السرير يا دوبك بس فيها الروح ديت، يعني الله يعينهم، الله يعينهم ويشفي الجميع يا رب بحق لا اله الا الله، ويشفي جدتي وجميع المسلمين. دي بيكون نايمه راقده على السرير وما بتتحركش، فهي مش عارفه تاكل، مش عارفه تتحرك من كبر السن بقى او اي حاجه من الاسباب، فتيجي تعمل انتيوبيشن. يعني ايه انتيوبيشن؟ تنزل منظار جوه زورها يدخل فيها الاكل، بحيث بس اللي هي الاعضاء تفضل شغاله شويه، ولكن هي ولا بتتكلم ولا قادره تتحرك ولا قادره تعمل اي حاجه، هي كتله نايمه على السرير ما فيهاش الا روح بس. الاعضاء لسه شغاله، قلب لسه شغال، ولكن يعني ربنا يعافينا يا رب بحق لا اله الا الله، ما يكتب على حد ابدا ابدا ابدا. نتيجه الانتيوبيشن، انتيو كانك بتقول انت بتزرع تيوب، تيوب كبيره اللي هو المنظار عشان يدخل الاكل. السوالنج طبعا الناس بقى بتشرب حاجات كاثريتك، الحاجات تشرب لك كيميكال سبستانس بقى، سواء دواء غلط او تزود كميات وحشه، كيموثيرابي، العلاج الكيموثيرابي بتاعت الكانسر، ربنا يعافينا يا رب بحق لا اله الا الله، الكحول والهيفي سموكينج، كل مشكله تلاقي وراها الهيفي سموكينج. طيب عندي بقى اكزامبل، عندي في الانفلاميشن بتحصل في
الاسوفاجس عندي ريفلكس اسوفاجس او الالسر في الاسوفاجس. ايه بقى اول حاجه هنتكلم عليها في الريفلكس او اسمها جورد؟ الجورد دوت اسمها جاستريك اسوفاجس ريفلكس ديزيز، جاستريك اسوفاجس. وممكن نسميها على فكره جيرد، ممكن نسميها جيرد ليه؟ علشان الاسوفاجس ممكن يتكتب بالاي عادي. طيب بالصوت انا بس اسمها جاستريك اسوفاجس ريفلكس ديزيز، من اسمها كده جاستريك يعني فيها له علاقه بالاستومك، اسوفاجس يعني اسوفاجس، ريفلكس يعني ارتجاع، ديزيز يعني معنى كده ان الاستومك هيحصل لها ارتجاع في الايه المريء. طب ازاي ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي؟ قال لي اول حاجه ده انفلاميشن في الاسوفاجس نتيجه الجورد. الجورد ده عباره عن ايه؟ نتيجه اللي انت بالصوت انا بلا سلام الاستومك اهي صح بيكون فيها جاستريك جوز صح. طب الجاستريك جوز مش هي لما تيجي تشتغل الفود دخل خلاص تقوم قافله بصمام هنا كده، اقفل تربس علشان الجاستريك جوز اللي موجود عندي ده هيموت اي خلايا هيجي عليها غير الاستومك. فلازم وحتى كمان ذات نفسها ممكن يموت الاستومك ذات نفسها، يعمل لي تاكل للطبق بتاعت الاستومك. طيب انا دلوقتي قفلت خلاص صح. طيب الصوت انا بلا سلام لو لا قدر الله واحد عنده مشكله في الصمام دوت مش عارف يقفل، فهتلاقي الجاستريك بدا ايه تتسرب بمعنى اصح وتروح في الايه في الاسوفوجس. حتى انت مثلا بتاكل اكله دسمه او تاكل او ناس لا قدر الله اللي عندها حموضه او كده تحس تقول يا ده انا زوري بيحرقني قوي، ده انا مش عارفه عندي حرقان في صدري جامد، ده نتيجه ايه؟ ارتجاع المريء او ارتجاع الجاستريك استومك اللي موجوده عندك اللي هي الجوس اللي موجوده جوه الاستومك ترجع في الاسوفوجس بتاعك وتبدا تعمل لك حرقان وتاكل وهكذا. خلاص يبقى ده بالسطر بسبب نتيجه كده. طيب ده نتيجه ايه؟ طب ايه سبب برضه؟ قال لي بسبب الانكمبليت ان اوف لور اسفنكترز، الاسفنكترز بتاعت الاسوفوجس اللي موجود تحته خالص ده مش قادر يقفل، مش قادر يقفل جامد، مش قادر يقفل خالص على الاستومك خلاص اللي هو الاسوفاجس سفنكتر اللي هنا. طب في سبب تاني؟ اه ناس اللي هي مثلا لا قدر الله واحده تروح تولد كانسر، تولد كانسر ايه؟ تولد قيصري، تولد قيصري الدكتور ما بيقفلهاش بطنها كويس، فلا قدر الله تلاقي عندها زي بالونه كده او فتاء ماشي، تلاقي كده عندها فتاء نتيجه بقى عملت عمليه بطنها فالدكتور ما قفلهاش كويس مش عارفه ايه تخيطه بمعنى اصح. فبنسميها ايه اسمها؟ هايتس هيرنيا. هايتس هيرنيا ديت بالصدفه كانك بتقول هعطس. هايتس ديت هي الفتاء، الفتاء تسمع الفتاء ده كتير قوي. ايه اللي بيحصل؟ الدكتور ما قفلش الجزء بتاع البطن كويس، فتلاقي الاستومك بدات تقب على طول في الاسوفوجس. ياه يعني انت الاسوفوجس اهو ماشي في امان الله، المفروض الاستومك تيجي بعديه كده، لا تيجي بقى بالصوت نفسها وانت عندك هنا القفص الحاجز صح اللي هو الدايجرام او الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز. نتيجه بقى الدكتور ما قفلش الجزء ده كويس فتلاقي الاستومك قبت على طول طلعت في الاسوفاجس، كان الاستومك طلع في صدرك بمعنى اصح ماشي في جزء الاسوفاجس دوت جزء منها. ده مشكله جدا انفلاميشن، هتلاقي الجي اي تي على طول الجاستريك جوس موجوده فيها، مش عارفه ايه كل الحاجات دي هتعمل لك التريشنز، هتعمل لك انفلاميشن في الاسوفاجس خلاص. ده بالصوت نفسها من نتيجه الايه الهايتس هيرنيا. ده عباره عن بروتروجنز يعني اوف الابر جزء بتاع الجزء العلوي من الاستومك تلاقيه راحت في الجزء الصدري منطقه الصدر دوت نتيجه بقى ضعف او الويكنس بتاع الايه الدايفرام او الدايجرام نتيجه الضعف بتاع الايه القفص الحاجز. تمام طيب بعد كده بالصوت انا بفهم اللي هي الاسوفاجس السر. الالسر ده نتيجه ايه؟ نتيجه البيبتيك السرز او البيبتيك جوز الموجوده في المعده بدات في الالسر كتير مده طويله جدا، كل شويه عماله تكحت 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 زي ما انت شايف كده. الالسر يعني كرهه يعني كانك عمال تكحت بمعنى اصح. ات از ذا تايب اوف البيبتيك السر، عباره عن تايب اوف بيبتيك السرز ريفولفد في اللاين اوف الايه الاسوفاجس في الاسوفاجس. طيب بالصوت نفسها بتحصل فين؟ في اللاير اوف الايه الميوكوزا. الميوكوزا دي اللي هي بتحميلي؟ لا هي بقعد اكحت في الميوكوزا لحد ما اوصل للجدار وممكن لا قدر الله تؤدي امراض وحشه كتيره جدا. طيب ويتش لاين انت بروتكتنج الميوكوزا دي؟ عارفين ايه مخاط بمعنى اصح؟ الميوكوزا دي بتبقى عباره عن طبقه مخاطيه حاميه لك الوول بتاع الاسوفاجس من الجاستريك او مثلا الاستومك مثلا بيكون عباره عن فيها حواليها بالصوت نفسها ميوكوزا. ليه؟ علشان او ميوسين عشان يحميها من الاسيد اللي جوه. انت جوه بطنك عباره عن اسيد، تخيل كده اسيد انت عمال جوه بطنك يعني جوه جسمك كده حته اسيديه كده جميله، ده لو الاسيد بيجي على ايدك تلاقيك عمال تصوت وعمال تعيط وتلاقي ايدك عمال تحرق ومش عارف ايه وكده. فهنا بقى بالصوت انا بقى هفضل صوتها سلام عارف مثلا هات ليمونه كده وانت شاطر وجرب بس تيجي جنب عينيك كده ده انت هتموت فيها. هو بقى الاسيد ده زي قمر كمان من الليمون. المهم يعني ايه بيحصل؟ تاكل في الميوكوزا اللي هي الطبقه المخاطيه اللي حاميه لك الاستومك او الاسوفاجس اللي عندك، فيبدا بقى يحصل لك التريشنز. طب مين اللي ديو تو اكسبلوشن نتيجه ايه بقى؟ اللي انت بتتعرض للاسيد بتاعت الاستومك. هو المفروض الاسوفاجس يكون يبني فيها اسيد؟ لا
طب انت دلوقتي حصل لك مثلا هايتس شونيا، حصل لك بالستر سام جورج، حصل لك اي حاجه من الحاجات ديت، هيحصل لك على طول الاجاستيك، هتطلع في الاسوفاجس. طب لما تطلع لك هتبدا تحصل لها تاكل، ماشي، يبقى يعمل لك كرونيك انفليميشن مده كبيره جدا وايريتيشن، ويعمل لك الالسر، يبدا يحصل عندك نتيجه التو ديزيزز اللي احنا لسه متكلمين عليهم. بعد كده بالصوت نفسه بيقول لك بقى هيتكلم، هيبدا يتكلم على الالسر مني، عندي كذا تايب اوف الالسر، بيبتيك الالسر، اتفقنا بيبتيك الالسر دي بتكون في اخر جزء خالص في الاسوفوجس، مع نتيجه ايه؟ نتيجه الريفلكس بتاع الاسوفوجست ايتس، نتيجه ارتجاع الايه المريء اللي بيكون عندك اسمام مش عارف يقفل، او سفنكترز موجود على السمك مش قادر يقفل كويس، فتلاقي الجاستيك بدات تطلع عندك، والناس اللي تيجي لك المعده تقول لك انا عايز اي مضاد حموضه، عايزه دواء انتي اسيد مش عارفه ايه، الحاجات دي ان شاء الله باذن الله تدرسوها في الفارما. بعد كده بالصوت نفسه مالجنانت انسر لا قدر الله ممكن يؤدي للكانسر، ده عباره عن كارسينوما نتيجه بقى تاكل فظيع، تاكل فظيع جدا جدا، تاكل الحواف بتاعه الاسوفوجس مثلا، فبتكون عامله افريتد ايدجز، يعني بالصدفه متاكله جدا، ماشي، فممكن لا قدر الله تؤدي لمالجنانت انسر كانسر او ألسرز. بعد كده التروماتيك ده نتيجه ايه؟ نتيجه عارفين الانتيوبيشن، التروماتيك ده يعني تروما، او عندك بالصدفه عندك حطيت مثلا منظار كتير قوي، حطيته بعافيه، معنى صح ان نزلت المنظار وانت بتحطه ما حطيتوش كويس، فقام عمل لك تكحيته كده، شال لك الطبقه اللي موجوده عندك في الايه في الاسوفاجس، فعمل لك ايه ألسريشن توماتيك، يعني ليه علاقه بالانسترومنتال والحاجات ديت. بعد كده كوروجن دي نتيجه الكاستريك ايه الكاستريك ايه كيميكال سبستانس، طب ايه الايفكت بتاعك؟ طب انت عملت كحت في حيطه، حاجه اصلا ليفنج وكده، وهي عباره عن وول جامد، فده بالصدفه سامح يحصل لك هيماتو ميزس، يعني عندك فوميتنج، تلاقيك عمال تبدا ترجع دم، ربنا يعافينا يا رب ويعفو عنا بحق لا اله الا الله، يبقى هيماتو ميزس يعني فوميتنج اوف الايه البلاد، عمال ترجع دم نتيجه انك يعني تجرب بس كحت في ايدك جامد كده، تلاقي ايدك عمال تنزف دم. عندك بقى فايبروس ستراكشرز او ديفيكولت ان سكولينج، طبعا مش عارف تطلع كويس، لان هيحصل لك انت دلوقتي جسمك ماشي، انت عملت كحه، طب ما جسمك عايز يعمل لك تعويض للجزء التكحيته اللي انت عمال تخسرها، فيبدا يعمل لك ديبوزيشن للفايبرس اللي عندك، فالفايبرس دي حاجه صلبه، فيبدا بقى مش عارف كان عمال يعمل لك بيضيق لك، بدل ما هو انت عملت كحه من الطبقه الحلوه بتحطها طبقه وحشه خشنه وحشه زي ما انت شايف كده، فيبدا بقى مش عارف تبلع كويس. نخش على الاسوفوجال فاركلز، الفاركلز او اللي هي الفارشيس دي اللي هي الدوالي بتاعت المغري، ايه الفكره بتاعتها؟ بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، انت دلوقتي عندك الايه ده كده شكل اللي هو الديدومين بتاعك، عندك دلوقتي الدم بيروح من الـ من الـ من الهارت يروح للتيشيو، التيشيو بقى يبدا يروح لايه؟ عايز يرجع تاني للهارت، قبل ما يعدي على الهارت بيروح لحاجه اسمها البورتال فين، بيروح للبورتال ايه بالظبط انا بفهم؟ بورتال فين، عشان يروح للليفر ويبدا بقى يروح للسيركيليشن والحاجات ديت. طيب بالظبط انا بفهم، انت دلوقتي عندك مشكله في الليفر، مشكله في الليفر ديزيز بقى اي حاجه، ده الليفر مش شغال، فانت بالدم مش هيقدر يروح في البورتال فين، فانت البورتال فين عندك واقف، كانك بالظبط عندك زحمه مرور في الجزء بتاع البورتال فين، زحمه مرور في الدائريه، هتبدا ترجع وتروح من حته مكان تاني، الرجوع دوت يبدا يخلي الدم يتراكم في التيشيو اللي عندك، سواء بقى في الاسوفوجس في الاستومك الحاجات ديت، يبقى يروح تاني للجي اي تي. طب بما ان الدم عمال يتراكم، عمال يعمل لك كومنيكيشن، عمال تحول دم، تحوش دم، تحوش دم، فيبدا يحصل لك ايه؟ يحصل لك كانك بترشح ميه، بترشح ميه، فالدم عمال ايه يتحوش في جوه الفين، جوه الفين، جوه الفين، فالفين عمال يتخن 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 يتخن، وهي الفين دي عباره عن حاجات رفيعه خالص، شعيرات الكابيلاري عماله تتخن تتخن تتخن، هوب فرقعي نزلي دم، تنزل دم تلاقيك انت عمال ترجع دم. الحمد لله الذي عافانا بتلبيك يا حركه، ربنا يعافينا يا رب بحق الله، الله ما يكتبها على حد مننا باذن الرحمن. يبقى انت الليفر عندك مشكله فيه، مش قادر يستقبل الدم، الدم يروح يتحوش في الاعضاء، يتحوش 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 في الفين، في الفين يكبر يكبر يكبر، تيك زي البالونه فرقع مره واحده، هلا هوب على طول يبدا يطلع لك الدم عندك. نقرا الكلام، الفاركس هي عباره عن اكسبانشن اوف البلاد فيزلز، البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه كتيره قوي بتحصل نتيجه الاسوفاجس والاستومك، دي بالصوت نفسها بيحصل لك اليونجيشن، ويحصل لك تلاقيها عماله تلف كده للفينس، ماشي، في سب ميكوزا ات اللور اوف اسوفاجس، في اخر جزء خالص في الاسوفاجس زي ما انت شايف كده، وتبدا نتيجه ايه؟ نتيجه اللي انت عندك هايبر بورتال تنشن في البورتال ايه فين، البورتال فين مش قادر عنده هايبر تنشن عالي جدا، عنده ضغط كتير قوي، عنده زحمه تكدس عربيات كتير، فمش قادر يستقبل، فيبدا بقى يرجع تاني ويبدا ايه يرشح عندك. بقول لك هي عباره عن ديفلوبمنت اوف البلاد فلوينج ذا ليفرز تو ابستراكشن، نتيجه بقى ابستراكشن عندك لا قدر الله ثرومبوزس اللي هي تجلط ماليجنت اي حاجه من الحاجات ديت، نتيجه الهايبر تنشن بتاع الموجود عندي في الفين بتاع البورتال فين، يبدا بقى بالصوت نفسه يبدا يحصل لك الحاجات ديت. بتيجي تيجي بقى تشتكي لي من ايه؟ تشتكي لي من الهيماتوزماسيس اللي هي ماسيس اوف بليدنج ليدنج تو ايه ديس.
وده كده الشكل بتاع الهيباتيك فينز والسيركيليشن اللي كنتوا خدتوها قبل كده، وخدنا لكذا السيركيليشن بتاع الهارت، بس ده مش موضوعنا. اتفقنا؟ اخر جزء بقى وهقف لحد هنا، يعني مش هقدر اخلص بس البي دي اف دوت، مش هقدر اخلص كل الديزيز بتاعه الاستومك. ان شاء الله هيبقى لها فيديو تاني، بس دعواتكم بالصحه والعافيه باذن الله والتوفيق. هنتكلم على الاستومك ديزيز. ايه حكايه الاستومك ديزيز؟ عندي بالصحه انا بس هنتكلم على ديزيز واحد منهم، والباقي الديزيز ان شاء الله هنكمله المره الجايه. اللي بيحصل عندي ده عباره عن كونجنتال بايلوريك استينوزس. من اسمه كده نفصفص الاسم واحده واحده. كونجنتال، كونجنتال يعني ايه؟ يعني مرض ليه علاقه بالجين، يعني ليه علاقه من اول الولاده. بايلوريك يعني ايه بايلوريك؟ بايلوريك اللي هو الحته اللي هنا ديت، اللي هو الصمام اللي بيكون بعد الاستومك، اللي ما بين الاستومك والسمول انتستينال. استينوزس يعني ايه؟ يعني تصلب. يبقى انت عندك كونجنتال بايلوريك استينوزس. مش عايزك تحفظ اهو، عمالين نبصمج مع بعض. صلى على النبي، بسمي اسمه كده كونجنتال، يعني انت له علاقه بالايه؟ بالجين، مولود منذ الولاده نتيجه بقى تخلل، خلل في الجينز، اي حاجه من الحاجات ديت. بعد كده بايلوريك اللي هو السموم اللي بيكون موجود هنا، او الحته الجزء الاخير، الجزء الاخير في الاستومك بنسميه بايلوريك. استينوزس يعني تصلب. اللي بيحصل عندي بيبقى عباره عن تصلب، بيبقى هنا معنى كده تصلب، بيبقى عندي سيكنينج ونارينج اوف البايلوريك او البايلوريس ماسلز ان ذا استومك. دي الماسلز موجوده هنا بالسطر مثلا في الاستومك، تبدا تتصلب وتبدا تنشف كده وتبقى ضيقه. طب بما انها تنشف، هل الفود هيبدا يروح للانتستينال او يروح للديجيتم الموجود في السمول انتستين؟ لا مش هيقدر، فكانك قفلت الحته ديت، فالفود هيفضل واقف هنا. طب تعمل ايه؟ يبدا يعمل لك فوميتنج، يفضل يحصل لك ترجيع، عمال ترجع كتير، ربنا يعافينا يا رب بحق لا اله الا الله، نتيجه اللي انت مش عارف تتخلص من الاكل، فتبدا تعمل ايه؟ فوميتنج كتير. ده بيحصل في الانفنتس اللي هي الاطفال الصغيره من 2 لـ4 اسابيع. دي نتيجه ايه؟ لها علاقه بالكونجنتيال، يعني مرض وراثي نتيجه حاجه في الجينز وحاجات كده. بيحصل ليها سيكنينج وتبقى ريجيد وصلبه جدا. فدي عندي هايبرتروفي. يعني هايبرتروفي يعني زياده عدد ولا زياده حجم؟ لا زياده حجم، زياده حجم الخلايا. يبقى الهايبرتروفي دي زياده الايه؟ السايز بتاع الايه؟ بتاع الخليه. اما الهايبر بلاشيا، فاكرين الهايبر بلاشيا دي كانت بتحصل فين بقى لو انتوا شاطرين؟ ها يلا، عايزه ايه يعني؟ لو وقفت وقلتها يبقى انت بجد برافو عليك. ايه بالصوت انا بقى السلام، انا ذات نفسي نسيت. بالصوت النبي عليه افضل الصوت والسلام. الهايبربلاشيا اللي هي في الليكوبيديا تقريبا، في الليكوبيديا، في الليكوبيكيا، ليكوبيكيا او ليكوبلاشيا اللي هي بيحصل لك فيها هايبربلاشيا. اما هنا في البايلوريك او الكونجنتيال بايلوريك ستينوزيس، ده بيحصل لك هايبرتروفي، عدد الخلايا بيزيد، لا سوري حجم الخلايا بيزيد ذات نفسه، ماشي؟ في الماسلز بيحصل لك ليومن، يبدا يضيق كده. سيمتومز بتبدا يحصل لك فوميتنج كتير قوي، يحصل لك طبعا انت عمال ترجع كتير، ترجع كتير، فانت عمال ترجع الماده الاسيد، الماده الاسيد يبقى معنى كده يحصل لك الكالوزس، لان انت عمال تفقد اسيد كتير، وعمال كده يحصل لك برضه ديهايدريشن، عمال تفقد كل حاجه جوه بطنك نتيجة اللوزز بتاعت الجاستريك. يحصل لك اسيدوز الكالوزس ليه؟ نتيجة اللي انت عملت تفقد الجاستريك اسيدز، والسرطان بسبب نتيجة الايه؟ الفوميتنج. اتفقنا؟ كده اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يسمع بعدها ابدا. محاضرة النهارده خلصت، ان شاء الله باذن الله يعني اامل ان اقدر اخلص البارت الثاني وكده. اكتبوا لنا اللي انتم محتاجينه في تحت في الكومنت، باذن الرحمن نحاول ننفذه. يا ريت ما تنسوناش من صالح دعواتكم. اللي محتاج اي حاجه اكتبها لنا تحت في الكومنت، بالله 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 عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم، ما تنسوناش من صالح دعواتكم. فنحن في اشد الحاجه واحوج الحاجه للدعاء. ربنا معانا جميعا يا رب، يوفقنا ويفتح لنا من فضله باذن الرحمن، وييسر لنا كل حاجه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.